قذفت الكرة إلى بيت الجيران يا عبد العزيز؟ لقد طارت الكرة فوق السور دون قصد مني. هيا بنا لنحضر الكرة من جارنا أبي فيصل. يذهب الصديقان إلى بيت الجار أبي فيصل. من آداب التعامل مع الجيران طرق الباب بهدوء. من الطارق؟ نحن جيرانكم، نعتذر لإزعاجك، ولكننا نريد كرتنا التي وقعت في حديقتكم. حسناً، تفضلوا. أعتذر يا جارنا، لقد قذفت الكرة دون قصد، كما أعتذر لإزعاجك، فهل أستطيع أن أخذ كرتي؟ بالتأكيد، اعتذارك مقبول، أعرف أنك تراعي حقوق الجار. ولا ننسى أيها الأطفال أن نراعي آداب التعامل مع الآخرين في المدرسة والبيت والطريق. والآن سنعرض عليكم بعضاً من آداب التعامل مع الآخرين. من آداب الطريق أن أساعد كبار السن والأطفال على عبور الشارع. من آداب التعامل مع الآخرين أن أحسن التصرف مع إخوتي الصغار في أسرتي. من آداب السفر أن أجلس في مكان مخصص وأدعو بدعاء السفر. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. من آداب التعامل مع زملائي في المدرسة أن أتجنب المشاحنات والخصام أثناء اللعب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحاسنكم أخلاقاً.